انتشر الحديث بشكل واسع خلال الأونة الأخيرة بين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي حول ثوران بركان أيتنا الواقع في جزيرة الصقلية الإيطالية، وتم تسليط الضوء على مدى تأثير ثورانه على تونس، علما أن الصقلية تبعد عن تونس مسافة تقدر بحوالي 630 كيلومترا. تصدر اسم بركان أيتنا العناوين التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، وكان المرصد التونسي للطقس والمناخ قد تحدث عن وصول غاز ثاني أكسيد الكبريت الضار الصادر عن البركان إلى الأجواء الليبية عبر وسط البحر المتوسط. وجاء في تدوينة الخبير في طقس تونس عامر بحبة في صفحة المرصد أن تونس غير معنية بهذا الغاز، وأنه ينبعث شرق ليبيا ثم في اتجاه الصحراء الليبية، مشيراً إلى أن هذا الغاز يتسبب في الأمطار الحمضية المضرة بالنباتات والموارد المائية، ولكن هذه الأمطار لن تنزل بليبيا أو بتونس بسبب غياب التقلبات، وبالتالي فإنه لا يوجد خطر كبير من هذا الغاز خاصة في الطبقات العليا من الجو، وأن مروره بليبيا سيكون سريعاً كما أن نسبة تركزه ليست عالية جداً. وأوضح الخبير أنه لا خطر من هذا البركان، والحديث عن تسببه في تسونامي هو من وحي الخيال وغير صحيح، وأن السبب الرئيس لموجات التسونامي هي الزلازل القوية جداً في المحيطات والبحار، مفيداً بأن كل الرجات التي وقعت جنوب إيطاليا خلال الأيام الماضية ضعيفة جداً وفق تعبيره.